فاهم الأعصاب ده، إيه الثلاثة؟ إحنا كنا لسه جايين من 101 و200 كان جنرال المدربين، كنا لسه بعدين ساعة ما كان عندنا أمل، أمل مات الحمد لله. إيه الحاجتين اللي 103؟ أدي أول حاجة. كنا درسنا يعني إيه فانجاي اللي هي الفطريات، وكنا قلنا حتى الفانجاي فيها اتنين مين مورفولوجي، صح؟ اتنين فورمز اساسيين، واحده اسمها ييست فورم دي بتبقى السيلز الاورجانيزم يعني لارج اوفل اور براون، والثانيه اسمها هايفي فورم دي بتبقى فيرنس، صح؟ فيرنس شرايط خطوط، يا اما برانشي يا اما برانشي، يا اما ستيتد يا اما نون ستيتد، صح كلام؟ قلنا حتى ستيتد بالاماره يعني مجزاه مقطعه كويس. الكولونيز بتاعت الييست بتبقى كومباكت كولوني بطشه كده على بعضيها، الكولونيز بتاعت الهايفي بتبقى فيلامنتس كولوني عاملاها زي الشعر على الميديا زي الفانجس بتاع المايسيليم بتاع الفطره عفن الخبز. دي اول حاجه هفكركم بيها من موديول 103 درسناها في موديول 103 في الجنرال فيرولوجي. تاني حاجة هفكركم بيها في الموديول 103 الجدول ده، أعتقد فاكرين، أنا لا أعتقد، أعتقد فاكرينه، أيوه أنا أعتقد إن أنتوا فاكرين، الديفرنس بين بروكاريوتس ويوكاريوتس، صح؟ طيب، حتى بالأمارة قلنا الجدول ده في ثلاث أشكال، شكلين ستريت فورورد، كان بتوع المايكرو الصبح فايقين ورايقين. يقول لك compare between prokaryotes and eukaryotes أو account على البرو أو account على اليو. النهاردة ما يبقوا رزلين كده ومتضايقين وقرفانين منهم واللي حواليهم، هيقول لك compare between fungi وبكتيريا، هو هو الجدول صح؟ compare between fungi وبكتيريا، أحسن البكتيريا ممثل للبروكاريوت والفنجاي لليوكاريوت، تمام؟ فاكرين الحاجتين دول؟ طب ليه فكرتهم؟ عشان هحكي لكم حكايه، هحكي لكم حكايه. الحكايه بتقول ايه؟ كنا قاعدين في المعمل بنفحص طبق بلاط اجار، فلقينا المنظر ده، لقينا كولونيه على الطبق بالمنظر ده، كومباكت كولون كبيرة، فقلنا ايه؟ هنشوف يا رب تطلع ايه، يا رب تطلع ايه، مش عارفين من شكل الكولونية هي تبع ايه بالظبط. خدنا منها سمير، فرزناه، سببناه، اتفرجنا عليه تحت الميكروسكوب، لقينا الحاجات دي طالعة. قلنا ده فنجس، بس في حاجة غريبة أوي، الأورجانيزم هايفي والكولوني كومباكت، صح؟ بس ده فانجس اهو، ده حتى فيلامنتس وبرانشيت وشغلانه كده، مش كده؟ هو صح الهايفي بتاعته الشرايط بتاعته ارفع شويه من الشرايط بتاعت الفانجس، بس هو فانجس اهو منظره باين. لما درسناه رحنا سميناه على طول فورا أكتينومايسيس، على أساس إن مايسيس جاي من مايسيليم يعني فيلامنتس، أكتينومايسيس، تمام؟ مش كده؟ إحنا كان في اعتقادنا كده، فطلعنا يعني عارف كأن في كاتيجوري كده ظهرت من الفانجاي. لما درسناه بتركيز قوي يا أحمد لقينا إيه؟ لقينا التسعة كاركترز بتوع البكتيريا موجودين فيه. يعني لقيناه بروكاريوت، يعني لقيناه ليس ديفلوبت، يعني لقيناه سمول ان سايز، يعني لقيناه يوني سيلدر، يعني لقيناه ليجرا بوزيتيف سيل وول، يعني لقيناه الممبرين بتاعه ما فيهوش ستيرويدز، يعني لقينا الريبوسوم بتاعه سيل اي تي اس مش اي تي اس زي بتاع البكتيريا، يعني هو كانه بكتيريا بالظبط.
فاذا هو بكتيريا في الكاركترز، انما هو شكل الفنجاي في الشيء بس. فده كان ملخبطنا في الاول. يعني احنا لقيناه كده اهو تحت الميكروسكوب اهو منظر اهو شايفينه؟ فقلنا ده فنجس، صح الشرايط ارفع شويه بس فنجس. فلما درسناه لقينا كل الكاركترز بتاعته ان هو بكتيريا مش فنجس. الدي ان ايه بتاعه والريبوزوم و و و و و كله فنجس. فقلنا الاكتينومايسيتس ار ترو بكتيريا مش فنجاي، مع ان ليها لونج برانشنج فعلا بس ده شبه الفنجاي. ماشي كلام؟ وسبقناها بالجرام ستين، طلعت جرام بوزيتيف، ليها جرام بوزيتيف سيل وول. بالتيتوغلايكان ومش بالتيتوغلايكان، جرام بوزيتيف سيل وول. وحتى سبقناها بالسبعه اللي اسمها اسيد فاست ستين، طلعت ويك اسيد فاست ستين، ويك اسيد فاست بسرعه. والله اوكي خلاص بدانا ندرس العيله دي بالتركيز. لقينا في ممبرز كتير مالهاش دعوه بالهيومن بينج اوف نو ميديكال امبورتنس، ما عدا اربعه جنرال ليهم ميديكال امبورتنس. بص كده، الجينس الاولاني اسمه ستريبتو مايسيس. ستريبتو ايه؟ مايسيس. ده بيطلعوا منه انتي بايوتيك، انتي ميكروبيال سبستنس اسمه ستريبتو مايسين. ستريبتو مايسين هي دي الميديكال امبورتنس بتاعته الوحيده، اللي هو مصدر لانتي بايوتيك طبيعي اسمه ستريبتومايس. طيب في بقى ثلاثه، اثنين بيني وبينك بس في اثنين مع بعض في نفس العيله، ثلاثه ميديكال سبيشيز ليهم ميديكال امبورتنس وتقسموا حسب المكان اللي اتوجدوا فيه اول مره. حتى بالامراض الاول اسمها ميوكارديا ايه؟ برازيليانسيس. اول ما وصفوها فين؟ في البرازيل. ميوكارديا برازيليانسيس. ميوكارديا برازيليانسيس سمعت عنها انت شخصيا في المديورا فود. سامعين عن المديورا فود؟ صح؟ المديورا فود القطع المديورا اللي اول ما اتوصفت اتوصفت في عيال هندي كان ماشي حافي، مش كده؟ باثولوجي. تعرفوش اللي هو مديورة كانت اتصل في عيان هندي كان ماشي حافي وجابوا المديورة فوت في رجليه عشان كان ماشي حافي بيها فوت. ايش؟ يخرب بيت الباثولوجي، هم كانوا بقى بيضحكوا عليكم ولا ايه؟ ده القصص دي كانت أكبر حاجة في الباثولوجي زمان. احنا ما قلناش القصة. ماشي. مديورة فوت. هي سمت مديورة على اسم المدينة اللي اكتشفوها فيها، اكتشفوا أول عيان أو اتصف أول عيان فيها، مدينة مديورة، ودي مدينة في الهند. وكان العيانين او الناس اللي هناك كانوا بيمشوا حافيين. فحصل ايه؟ حصل تروما نتيجه ان هو ماشي حافي من الجاسوس. حصل تروما للسول اوف ذا فود. مطرح وهو ماشي حافي في تروما. فالاورجانيزمز اللي كانت موجوده في السويل حصل لها امبلانتيشن سبكونتينيوسلي فعملت مديورا فود اللي انتم شفتوها. طيب هاي هندرس مديورا فود بالتركيز وبكاملها في اخر الكورس بتاعنا. لما يوم ان شاء الله اليوم الخميس معايا. طيب فهي ليها دور في المديورا فود، هي وفنجس. يعني المديورا فود ممكن يتعمل ببكتيريا دي اسمها ميوكارديا برازيليانسيس، ممكن يتعمل بفانجاي. هندرسها ان شاء الله في اخر الكورس. اوكي. بس ليها تو كلينيكال بيكتشرز. اوكي. في بقى اثنين امبورتنت سبيشيز هندرسهم مع بعض دلوقتي. واحدة تبع عيلة النوكارديا برضه اسمها نوكارديا استرويدس. نوكارديا استرويدس تعمل لي واتس كولد نوكاردييوزيس ديزيز على اسمها نوكاردييوزيس نوكارديا استرويدس. والثانية اسمها اكتينومايسيس ايه؟ اسرائيلي تعمل لي اكتينومايكوزيس. يبقى احنا هندرس بالتفصيل تو ديزيزز related to species في العيلة دي اللي احنا كنا شايفين في الاول ان هي فنجاي بس بدراستها طلعت بكتيريا. ماشي؟ كويس. هندرس الاكتينومايكوزيس اللي بتتعمل باكتينومايسيس اسرائيلي، وندرس النوكارديا اللي بتتعمل بنوكارديا استرويدس اللي بتعمل نوكارديوزيس. طيب معلومة مهمة، الاورجانيزم ده موجود في السويل، موجود في السكين، موجود في الميوكاس ميمبرين بتاع الاورال كافيتي الاثنين.
الميوكوس ميمبرين بتاع جوه الكافيتي موجود في الميوكوس ميمبرين بتاع الجينيتال تراكت اوف فيميل في الفاجينا. ما يعملش ديزيز في الاماكن دي. امال فين يا دكتوره؟ يعمل ديزيز السبكوتيس. ما ينفعش يعملها على السكين. لازم في ايه بقى؟ لوكال تروما تدخله من السوبرفيشال للديب لاير. سب ميكوزن لوكال تروما تدخله من السوبرفيشال للديب لاير. لما ما يعرفش يعمل على الميكوزن ما يعرفش يعمل على السكين. سواء كان ده او ده. طيب لما الاورجانيزم يكون موجود في الحته دي ويعمل انفكشن في الحته دي بس الديب لايرز يبقى المود اوف ترانسميشن بتاعته ايه؟ اندوجينس. يعني هو جاي للعين نفسه يعني. Endogenous infection. صح كلام؟ Endogenous infection. يبقى هما الاثنين بيعملوا endogenous infection. كويس. هاي نبدأ بيه Actinomyces israeli. الاسم مسروق. انت بخديش ورق؟ زمان بخير؟ ثانية واحدة. Actinomyces israeli. Actinomyces israeli. شكرا. واحدة من العيلة بتاعة الأكتينومايسيس اللي احنا قلناها كنا شكلين اللي هي فانجاي ودرع البكتيريا هي انيروبيك. انيروبيك بكتيريا. كويس. موجودة فين؟ احنا لسه قايلين في السويل. فين تاني؟ في الأورال كافيتي. في الانتستينال تراكت في الفاجينا وكمان في الاسكان. اوبورتيونيستك. خدنا يعني ايه اوبورتيونيستك قبل كده؟ يعني ما تعملش ديزيز لما الميوتي بتاعت العيان تقل او تغير الهابيتات. هتقولي ما غيرتش؟ لا، ما هو كوتينيوس لساب كوتينيوس، ميكوزا ساب ميكوزا هي تغيرت الهابيتات. يعني بالظبط. اوكي. هتعمل ديزيز اسمه ايه؟ اكتينو مايكوزيس. الأكتينومايكوزيس الباثوجينيسيس ايه؟ لابد من لوكال تروما، صح؟ المود اوف ترانسميشن اندوجينس ولابد من لوكال تروما عشان الاورجانيزم يبقى امبلانتد سبكوتينيوسلي او سب ميكوزيس، صح كلام؟ اوكي. عشان الانفيد تيشو. ماشي الكلام. هيعمل لي ايه بقى كلينيكالي؟ هيعمل لي ايه؟ سويلنج في بس. حضرتك اول ما هتجمع الكلمتين دولت مع بعض سويلنج في بس هتقول ابسس. طيب الابسس بيبقى بينلس ولا بينفول؟ بينفول زي ما الدكتور جاب قالولنا. السويلنج ده بينلس يعني ابسس بينلس زي ما بيقولوا زمان سايلنت كده او ساعات يسموه كولد ابسس. كولد ابسس. لا لا كولد ابسس يعني ابسس من غير بين. فأول ما تلاقي المنظر ده تفكر في حاجة من الاثنين بسرعة. تي بي وأكتينومايكوزيس. تي بي وأكتينومايكوزيس. بس. بس. لا بس. Cold abscess هي تساوي painless abscess. Cold يعني ما فيش بين. Cold تساوي painless. ماشي؟ ابسس يعني سويلنج كونتينينج باس. تمام؟ الباس ده ده ليه كاركترستيك اوف كيزيشن يبقى ده تي بي ابسس. الباس دي كاركترستيك هنشوفها دلوقتي يبقى اكتينومايكوزيس. ماشي؟ فانا لقيت عيان جاي يشتكي من ايه؟ من سويلنج هارد سويلنج. ايه ده؟ كلك هتشوف صورة دلوقتي، كلك كلكية عليه وأنت مش حاسس بيها؟ لا دكتور مش بين، مش بين في الخالص، مش حاسس بوجع ولا أي حاجة. الله دي بتجيب باص؟ آه دكتور بتجيب باص. يبقى بتسيتشارج باص. الباص بيطلع من ميني ساينسس، مش ساينس واحدة. مش بتراك واحد، مش بعين واحدة، ميني ساينسس. الباص لونه أصفر وفيه حبات عاملة زي الرمل جرانيولز يعني يلو جرانيولز. فأول ما توصفت قالوا عليها سلفر جرانيولز. هي مش سلفر ولا حاجة، هي حبات عاملة زي الرمل كده رفيعة وستير. قالوا عليها إيه؟ سلفر جرانيولز. يلو سلفر جرانيولز.
دي عبارة عن الكورنس بتاعت الأورجانيزم طلع متجمعة. فدي عبارة عن ماس من البكتيريا الفيلامنتس طلع. يبقى كلينيكالي هتبقى في شكل بينلس سويلنج، تحط كده تحت كده بينلس 900 سطر. بينلس سويلنج، البينلس سويلنج دوت بيدستشارج باس ثرو ساينسز والباس كونتيننج سلفر يلو جرانيولز. اوكي هاي مكانه فين يا دكتور؟ يعني ممكن اشوف السويلنج ده فين؟ كومنلي شكرا يا رب. commonly فين؟ في cervicofacial site، cervicofacial actinomycosis. cervico يعني في منطقة النك، facial يعني في منطقة الفيس. cervicofacial actinomycosis ده أكتر common site، commonest site. اوكي cervicofacial actinomycosis خاصة في منطقة المانديبل. هاي المنطقة دي تبعنا ولا تبع بتوع أسنان؟ بتوع أسنان. فيجي العيان عنده local minor trauma من بتاع الأسنان، شال درس، فضل درس، وهو الراجل بيشله وخرمله اللسان، كتير بيعملوا كده بتوع الأسنان. أو شاب شايف نفسه خد بنية فتعور، حصل fracture mandible. تمام؟ فالأبليتد ميلي بور دينتال هايجين أو إنشيتد بتوث إكستراكشن. يقول لك ده أنا بقالي أسبوعين ثلاثة دكتور كنت خالع سنة بنضف سنة وبعدين حصل تروما وحصل لخبطة كده عند دكتور السنان وبعدين لقيت السويلنج ده ظهر. شايف كل قاعد إيه؟ إيه ده؟ كل ده وما حسيتش بيه دكتور أصلي ما بيوجعنيش. بينس ما بيوجعنيش فينجس. طب بينزل حاجة أو بينزل ديستشارج بس لونه أصفر في جرانيوز لونها أصفر بينفول. يس أوكي طيب ده كومن سايت. في بقى أذر سايتس ممكن الكلام ده يطلع في الثراسيك كيج أو في الانتستين أو في اللنج. في الترنك بيسموه إيه؟ ثراكو أبدومينال. ثراكو أبدومينال. في الانتستين انتستاين. أي حتة تانية في الاسكين ممكن يطلع. في كل الأماكن دي بيبقى في شكل إيه؟ بيبقى في شكل بيلس سويلنج ديستشارجينج باس ثرو ساينسز. الباس فيه سلفر جرانيولز كلينيكالي زي بعض كله. طيب لو حضرتك دكتور وجالك عيان بالمنظر ده هتمشي في تو تراكس مع بعض صح؟ تراك دايجنوزس وتراك تريتمنت مش كده؟ تشخص ازاي؟ تاخد سبيسيمين ايه؟ الباس بالظبط كده. طيب الباص نزل فيه حاجات كده مكلكعه اللي هي السلفر جرانيول. يا ريت بقى يبقى فيه سلفر جرانيولز بقى يبقى احسن يعني مش كده؟ يبقى السبيسيال بتاعي هيبقى الباص كونتيننج السلفر جرانيولز. بص بقى هقول لك السبيسيمن هتاخده ازاي. هوصف لك السبيسيمن هتاخده ازاي يعني احنا مش كاتبين. اللي ده كومن قوي بيحصل خاصه في المناطق اللي مش حضاريه بعيد عن المدينه. خلاص؟ كويس هتاخد السبيسمنت ازاي تفتكر؟ هاخد سواب ولا كولكت السبيسمنت من عن طريق استرايل كاب كده ونازل اول عصر ولا سنيه ولا بسرنجه ولا ايه بالظبط؟ ليه؟ ايوه يعني سواب يعني مش كده؟ خالص هجيب تو استرايل جلاس سلايدز شريحتين ازاز مضاف تو استرايل جلاس سلايدز وعصر تعصيرة بسيطة فينزل نقطة بس على واحدة وحط التانية عليها اقفلها بيها واعمل كراشنج للسلفر جرانيولز. يبقى حطيت نقطة من البس على سلايد رحت حاطط السلايد التاني فوقيه وعملت كراش فاقول لك ايه كراشت جرانيولز مش ناشفة بس عشان تتفعس تبقى هوموجينيس. خلاص
وبعدين اقوم بعمل تو سلايدز عن بعض، واحد احطه على طبق بلاك اجار والتاني اسبره، واحد اقوم قلبه على طبق بلاك اجار على اساس ان السيرفس اللي فيه بسيط او لامس البلاك اجار والتاني اسبره. هتقول لي يا دكتور ما السلايد اللي انا كان فيه على طبق البلاك قلبه على طبق البلاك اجار ده هيكون مش هيوصل الاير للاورجانيزم. بقول لك ما هو انيروبيك، ما هو انيروبيك اصلا مش محتاج اير، صح؟ كويس. هيك يبقى خدت التو سلايدز بعد ما حطيت نقطه للبص ورحت حاطط التو سلايدز على بعض عملت لهم كراشنج بستايل خلاص، وبعدين رحت فاصل التو سلايدز واحد رحت حاطه طبعا البلاد اجار والتاني سبخته. هتفرج على المسبوك هيطلع البرانش انفلمنت الجرام بوزيتيف والقصه دي كلها، والتاني مايكروسكوبيك اكزامينيشن الفيلمنتس البرانشينج جرام بوزيتيف، والتاني اللي انا حطيته على بلاد اجار او راجل طبق بلاد اجار في انيروبيك كونديشن حطه وعمله انكيوبيشن في انيروبيك كونديشن واسيبه لمده اسبوعين 2 ويكس لانه سلو جروور بيطلع براحته يعني سلو جروور، وبعدين اطلع الطبق بعد اسبوعين تطلع لي الكولونز شكلها مميز قوي لونها ابيض عادي ايفوري وايت كومباكت وليها اندنتيشنز. عارفين يعني اندنتيشنز يعني ايه؟ عارفين اندنتيشن يعني ايه؟ يعني ليها زي امبلايكس كده وعامله كده كانك ايه بالظبط؟ كأنك بتتفرج بالزبط بالزبط على cut section في molar tooth في درس فقالوا عليها molar tooth appearance. هفرجك شكلها دلوقتي molar tooth appearance شكلها بيبقى واضح compact وليها indentation تعرجات ولونها creamy white و opaque او ivory white و opaque بيسموها molar tooth وبتطلع بعد اسبوعين في anaerobic condition على blood agar molar tooth appearance. كويس. تريتمنت هبتدي تريتمنت ايه؟ خدت في الباثولوجي قاعده بتقول ايه؟ once pus is formed must be raked صح؟ صح؟ لازم كده. اول ما تشوف pus تعمل ايه؟ السكينه وافتح فض البص. once pus is formed must be raked خطوه رقم واحد. بعد كده تبدا تعمل ايه؟ drainage of pus. بعد كده تعمل ايه؟ هدي انتبيوتك. هدي مين؟ لغايه دلوقتي البنسلين شغال. هدي بنسلين بس هديه لمده 6 7 8 10 12 شهر. لون جديد. لون جديد. لا عشان الاورجانيزم سلو جروور فبياخد شويه بنسلين وبكره يبطل وبعده يبطل، ياخد شويه بنسلين وبكره يبطل وبعده يبطل. فلازم محتاج لونج بيريد. خلاص؟ يبقى هدي بنسلين prolonged administration. طيب ادي شكل المولر توث ابييرنس. بص احنا قربين قوي وعاملين زوم ان على شكل الكولون زي ما اتفقنا كومباكت ايفوري وايت فيها اندنتيشن كانك واخد كات سكشن في مولر توث. دي وهي على الميديا دي بعد ما لقطنا الصوره وكبرنا شويه ممكن تجيب المنظر ده بعدسه مكبره. دايما بتلاقي بتوع البكتيريولوجي ماسكين عدسه مكبره وما بتحصل الباق بتاعتهم على ابو عبقري. معلش اوكي اهو يمكن هنا اوضح شويه كولونيه لوحدها كده هتلاقي المنظر واضح. اوكي ده اول ديزيز اللي هو اكتينوميكوزيس. تاني ديزيز اسمه نوكارديوزيس caused by nocardia astroides. Nocardia astroides على النقيض aerobic organism. موجودة فين؟ زي ما اتفقنا موجودة في الصويل وممكن تكون موجودة في الانتستينال تراكت في الفاجينا في الاسكيب زي ما قلنا قبل كده الكرة الكبدي. تعمل ديزيز اسمه نوكارديوزيس. بتعمل ازاي نوكارديوزيس؟ عنده تو مودز اوف ترانسميشن. المود رقم واحد ايربورن المود رقم اثنين لازم لوكال تروما وبعد كده يحصل له امبلانتيشن. لوكال تروما يعني عملت وند صح؟ وبعد كده يحصل له امبلانتيشن يعمل كونتامينيشن للوند.
فيبقى عندي تو مودز اوف ترانسميشن، يا اما يتشم عن طريق الاير بورن، هيخش فين ده؟ على اللنج ما كده يبقى دخل على اللنج على طول صح؟ يبقى الاير بورن هيديني بالمونري كارديوزس كونتامينيشن اوف وند سكين كارديوزس. يبقى دلوقتي من مجرد ما عرفت المود اوف ترانسميشن رتبت دماغي، يبقى عندي تو كلينيكال بيكتشر واضحين، واحده في السكين كونتينيوس كارديوزس، الثانيه في اللنج بالمونري كارديوزس. صح كلام؟ كويس. ايه واتفعنا ان ده اوبورتيونيستيك اورجانيزم، يعني هيعمل الانفكشن امتى؟ لما يكون عيل ايه؟ اميون كومبرومايز. تمام يا دكتور. كلينيكال فورمز، ما احنا لسه قايلين في اثنين كلينيكال فورمز واضحين، واحده كوتينيوس نوكارديوزيس. كوتينيوس نوكارديوزيس يعني في السكين هتبان في شكل، هقول الاسم وانت تقول شكل ايه الاسم ده؟ باستيولز. عارفين حتى بالأمارة البورت دي تشهد ساعة ما كنا رسمين الخط اللي فيه سبع سكين راشز وكملنا بالألسر صح؟ يعني ايه بقى باستيول؟ هسألك وانت تجاوب. الفيتد عن الجلد ولا سوى السكين؟ الفيتد ولا سوى؟ الفيتد. صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة. كومباكت سوليد ولا فيها فلويد؟ فيها فلويد. الفلويد سيروس ولا بس؟ بس. كأنها أبسس بس صغير. تمام؟ يبقى هتبان في شكل باستيولز على السكين وتفرق بقى في أي حد. تمام؟ معاها ريجنال لينف نود أفكشن لينفادينايتس، ريجنال لينف نود أفكشن. أقرب ريجنال لينف نود لو هي في السكين يبقى سيرفايكال، لو هي في الدراع يبقى أكزيلري، لو هي في الرجلين يبقى بوستيرو بوبيتيل أو إنجلاينال حسب الليمف نود. الريجنال الليمف نود معاها ريجنال الليمف نود افكشن، ده المود اوف ترانسميشن الاولاني. الكلينيكال بيكتشر بتظهر عنها كونتينيوس نوكارديوزس. طيب المود اوف ترانسميشن الثاني اتفقنا انهاليشن، يعني بورن انهاليشن، تخش فين؟ في اللنج. بالمونري نوكارديوزس هتعمل السويلنج اللي فيه بص اللي مش هيبان ازاي؟ هيبان بالاكس راي كونسوليديشن كافيتيشن، بس كونسوليديشن كافيتيشن بالاكس راي كده براديولوجي العين يطلع عنده ماس وكونسوليديشن وكافيتيشن. يعني ايه كونسوليديشن وكافيتيشن؟ كافيتيشن يعني في كافيتي، كونسوليديشن يعني الجزء ده من اللنج ما فيهوش اير. تمام؟ فانت اول ما تسمع ايه ده يا نهار اسود كونسوليديشن وكافيتيشن يبقى ده تي بي على طول. كونسوليديشن وكافيتيشن يبقى تي بي، خاصة الأورجانيزم سلو جرور زي ما احنا كنا بنقول، وفي بس يبقى على طول هتفتكر تي بي. طب هو ماس تفتكر البالمونري مالجنسي أو مالجنسي أوف ذا لانج، يبقى هو بيتلخبط مع البالمونري تيوبركلوزس والبالمونري مالجنسي عشان الكلينيكال بيكتشر بتاعته اللي هي كونسوليديشن كافيتيشن ماس. طيب ده بيبقى كارثة، خلي بالك هقول لك حالا دلوقتي ده بيبقى كارثه. تخيل بقى عيان جاي لك بيقح وبيجيب بلغه، فاول حاجه بتطلبها منه حاجتين، روح اعمل لي مزرعه من السبيوتم اللي نازل. هيروح رايح مدي للمعمل السبيوتم عشان يعمل مزرعه، المعمل يقول له تعالى بعد 3 ايام اول ما يزرع تاني ويشوف بعدين يعمل التفاعل يطلع الانتيبيوتكس في 3 ايام. الاكس راي بتطلع في قد ايه؟ في 3 دقائق. خلاص ويوم قايل له ايه؟ هتطلع من هنا تخش هنا، من المعمل تخش الاكس راي، وتخلي بتاع الاكس راي يكلمني في التليفون. فبتاع الاكس راي كان في التليفون، دكتور العين بتاعك عنده كونسوليديشن كافيتيشن ماس. فيقول الدكتور عامل ايه؟ نهار اسود كونسوليديشن كافيتيشن يبقى احنا بنفكر في تي بي، ماس يبقى احنا بنفكر في مالجنسي. نهار اسود يوم العين قايل تعالى لي ده في العيان يشوف بقى 3 ايام سود. تخيل بقى واحد بيفكر يعني عنده تي بي وهتحجز المستشفى لمده 6 شهور وما يشوفش اهله وياخد علاج لمده 6 7 8 9 شهور، او عنده مالجنسي ومستني يموت. تمام؟ وده اللي بيحصل. وبعدين بعد ما يشوف 3 ايام فل يعني يوم الدكتور تيجي في دماغه يقول له انت حطيت النتيجه بتاعت المزرعه في المعمل رحت جبتها؟ يقول له لا طب استنى ما اكلم دكتور المعمل. لا في ايه؟ اسكت ده في نوكارديا يا راجل مش تقول نوكارديا. الحمد لله تعالى يا عم العيان انت عندك نوكارديوزس. العيان يفرح قوي ان هو عنده نوكارديوزس مش بالمره تبركلوزس.
يبقى الحاله مش كلينيكالي، الحاله مش اكس راي، الحاله بالمزرعه. افرح قوي ان هو عنده كارديوزس، اصل ربنا نجاه من مالجنسي، ربنا نجاه من بالونه تيوبركلوزس. تمام؟ لا الدواء في 3 ايام مش زي التاني في اسبوعين. انت عايز تطول الوقت على العيان حرام عليك. ايه؟ كونسلتيشن يعني الجزء ده من اللنج ما بقاش فيه اير. بقى يعني مقفول ملزق على بعض. كونسوليتد. اوكي. طيب لو الاورجانيزم هنا او هنا مشي في البلط. هنا فاجل السستيرت يروح للبرين يعمل برين ابسس. برين ابسس. واحدة واحدة بكثرة. سألني واحدة كده دكتور برين ابسس. طيب هو العيلة دي بتعمل السويلينج بيلس ولا بينفول؟ بيلس سويلينج. تخيل في ماس في البرين والماس دي بيلس، مش هتفكر في ابسس خالص. هتفكر في ايه؟ مالجنسي. مالجنسي. والاكس راي طلعت فيه ماس في البرين، ماس اوكيباينج ليجن. مالجنسي. يا نهار اسود، العيان دخل في مشكله تاني. تخاف بس يكون عنده مالجنسي. طيب اللي هيحل القصه دي ايه؟ اوعى تقول لي كالتشر. فبتاع البالمونري بتاع السكين كان كالتشر. هنا في البرين ابسس اللي هو ما نقول هيماتوجنس كالتشر ايه؟ هتاخد السبيسمنت ازاي؟ هفتح دماغ الراجل واخد السبيسمنت؟ لا لا، حاجه تانية غير الاكس راي. الاكس راي طلعت فيه ناس. خش بقى بالظبط كده ام ار اي او سي تي. ليه الام ار اي بتطلع فيه هوت سبوت ولا كولد سبوت؟ هوت سبوت يعني فيه انفلاميشن، كولد سبوت يبقى فيه مالجنسي. فالام ار اي هتطلع الكلام ده، هتطلع لي هتفرق بين هو مالجنسي او ابسس. لا لأنه هو مش اكسيس اف، هو مش مينينجايتس، هو انكيفالايتس. اوكي. نمونيا فين؟ لا استني بس استني خلاص. يبقى دلوقتي انت عشان تعرف لو هو برين ابسس العين جاي بكلينيكال بيكتشر اوف برين اوكيباينج ليجن او ماس في البرين وبينلس بس لوحديها خلاص، يبقى هتعمل سي تي وتدور وتشوف هي كولد او هوت ابسس، ويا رب تطلع هوت ابسس او هوت سبوت. هوت يعني انفلاميشن. هتخش تفتح العيان تعمل ايفاكيويشن، بس تبقى الفتحه كبيره عشان الايفاكيويشن. يا سلام بقى لو العيان ده حظه حلو وكان لسه اللنج بتشتكي مع البرين. يعني في كومبينيشن من كومبينيشن من النمونيا والبرين ابسس. العيان يلحقك دكتور ده انا كان عندي ابسس في اللنج من اسبوعين ثلاثه اربعه وبعدين بدات فالكومبينيشن ده يقول لك ده لوكارديوزيس على طول. الكومبينيشن ده تربطه في دماغك بلوكارديوزيس على طول، تبقى مطمن شويه، تبقى الامور هاديه شويه، اصل الاحتمالات الثانيه مالجنس، احتمالات خطر قوي. ماشي كلام؟ طيب. هيماتوجنس. هيمشي في البلط. ليه عشان هو بيمشي في البلط بيبقى ترانزنت لفتره مؤقته ويروح يقعد في البرين، هو ما بيحبش البلط. مش دخل الاول اللنج. دخل لنج. دخل اول لنج وبعد ما دخل لنج وعمل ابسس وعمل نيمونيا شويه منهم مشي في البلط راحوا للبرين. يعني الدكتور لازم يقيش اول عشان بعد. بالظبط كده. ما ينفعش يجي برين مره واحده. ماشي؟ طيب تفتكر التريتمنت ايه؟ زي ما احنا لسه متفقين وانس باسس فورمت ماسك دي ايه؟ دريند. وانس باسس فورمت ماسك دي دريند. السبيسمنت بتاعك هيبقى حسب المكان سكيوتوم او باس حسب المكان. هتعمل مايكروسكوبك اكزامينيشن هتلاقي الفيلمنتس، هتزرع على بلاد اجار، ولما زرع على بلاد اجار المره دي ايروبيك مش انيروبيك، المره دي مفيش مولر توث ابييرنس، مش هتلاقي مرة توث ابييرنس، وبيطلع بسرعة في ظرف 3 4 أيام سهل بسرعة مش أسبوعين. تريتمنت هما الحاجتين، هما الحاجتين. تمام؟ الأنتيبيوتيك والسيرجيكال دريج.
هنا لازم تحفظ الانتيبيوتكس جيف ريزو بنسلين في الاولاني. هنا مش بنسلين وبيجي جيف ريزو. ليه مش بنسلين؟ ليه مش بنسلين؟ لانه مش سسبتبل نوت سسبتبل نوت سنسيتيف للبنسلين. That they try to bring suffer successfully. تمام؟ برضو 6 7 8 9 10 12 شهر. برضو سنة كاملة على بعض. اوكي او up to one year. خلصنا من الاثنين دول، خلصنا من اخر حاجة في البكتيريولوجي في الموديول ده. معلش انا تطفلت على الكورس اللي ماشي فيه الدكتور بقى العلاج بتاع البكتيريا. احنا كنا مقسمين فيرولوجي بس في حتة كده بكتيريا انا خدتها منهم. قعدنا نتخانق مع بعض بقى لما خدتها. وحتى مايكولوجي برضو اتخلقنا على خد تنبيه. جدول كده على مواصل يعني بنفكركم بالذين احنا لسه وردينهم حالا دلوقتي. الأكتينومايسيس إسرائيلي بتاعت الأكتينومايكروزيس والنوكاردي أسترويدس بتاعت النوكارديوزيس. تمام. خش بقى على الفانجاي مايكولوجي. ده هتلاقيه في فوليوم 4 سيستماتيك مايكولوجي في فوليوم 4. ماشي احنا هندرس كل الفانجاي. لو هندرس الفانجاي اللي ليها ريليشن في السكن والسبكوتينيوس تيشوز بس. الموديول بتاعنا ماسكولو سكليتر سكن اند سبكوتينيوس تيشوز اونلي اونلي. بيسموها ايه؟ بيسموها كوتينيوس مايكروزيس أو بيسموها skin mycosis. زمان واحنا في الموديول بتاع 103 اللي احنا كنا خدنا فيه الكلام ده قلنا في طريقه ثانيه للتقسيم حسب مكان الجسيم بيسموه كلينيكال. لو في السوبرفيشال هوردي كريتينايز لير بيسموه سوبرفيشال مايكوزيس. لو في السكين بيسموه كوتينيس. لو تحت الجلد بيسموه سبكوتينيس. لو في التيشوز من جوه بيسموه سيستميك. صح كلام؟ احنا هندرس ايه؟ مثال The superficial mycosis, cutaneous mycosis, subcutaneous mycosis. Superficial في the whole necratinized skin area. وبعدين cutaneous في the skin layers كلها. وبعدين subcutaneous في subcutaneous tissues. أول disease معانا. معلش بقى الأسامي بتاعت الفانجاي أسامي دلع شوية. بص كده بس. Pitriasis versicolor. خد بالك فيرسي يعني معاكس. كلر اللون المعاكس او اللون المخالف. بتريازيس فيرسي كلر يعني التينيا بيسموها بالبلد التينيا الملونه. تيب العربي العادي دارك التينيا الملونه. بص يا سيدي الاورجانيزم اسمه ايه؟ مش بقول لك الاسامي المدلعه. ملاسيزيا فرفر. والله يعني ملاسيزيا فرفورة، ملاسيزيا فرفر، ملاسيزيا فرفر، هي اللي بتعمل ديزيز اللي اسمه بكريزيس فيرسيكالا. ده بيجي فين؟ ده بيجي في الهورني لاير اوف سكين، كيراتينايزد هورني سكين لاير، سوبرفيش، كيراتينايزد هورني سكين لاير، جمع المعلومات، يبقى كيراتينايزد هورني سكين لاير، ملاسيزيا فرفر، بكريزيس فيرسيكالا، كويس. بيبقى في حتة في الأبر بارت مينلي في الأبر بارت أوف ذا ترانك. يعني إحنا بنتكلم في الشيست أو البيك أو النيك. كويس. هيبان في شكل إيه هنعرف، بس قبل ما نعرف يبان في شكل إيه هنعرف المود أوف ترانسميشن إيه. تفتكر حاجة جاية في السكين يبقى المود أوف ترانسميشن إيه؟ كونتاكت. عندي نوعين من الكونتاكت. دايركت كونتاكت. دايركت يعني سكين تو سكين. دايركت يعني سكين تو سكين، واحد عنده انت حضرت بوست سلمت عليه جالك على طول. او اندايركت نشف في فوطه نشف في تاول نشف في فومايس وانت خدت البتاع دي غلط رحت منشف فيها. ده اسمه اندايركت كونتاكت. استخدمت حاجات من العينات كان فيها الاورجانيزم او دايركت اللي هو سكين تو سكين. يبقى بيتنقل دايركت او اندايركت. هيبان في شكل ايه؟ انت اللي هتترجم مش انا. شوف السطر بيقول ايه؟ سكيلز يعني قشر.
ماكيوز يبقى بسيوك جلد ولا اعلى ولا اوطى من الجلد؟ At the same level. Hypo or hyperpigmented. اللون بتاعها مختلف. عشان كده اقول لك فيرسي كالر. عشان كده الاسم فيرسي. اتفقنا فيرسي يعني معاكس. Hypo or hyperpigmented. ماكيوز وسكيلز. مش اتشي. يعني مش العين مش بيقرش. كويس. يعني لو العيان دارك سكين تيجي هي هايبر بيجمنتد فتحه، لو العيان لايت سكين تيجي هي هايبر بيجمنتد غامقه. هو بيكون في لون معاكس، عشان كده كان الاسم ايه؟ بتريزس فيرسي كالر. اوكي. هيبقى انا اهو الشكل اهو، هنا بلون فاتح، هنا بلون غامق. هنا بلون فاتح، هنا بلون غامق. والسبوتس دي فيها سكيلز، الماكيوز دي فيها سكيلز. يعني لو مسكت العدسة المكبرة ورحت باصص كده هتلاقي اللون مختلف وكمان فيها قشر. اتشي يعني طلع انت بتعرش فيها يقول لك لا. بنشوفها كتير واحنا في المصايف على البحر، الولاد اللي هم بادي بيلدينج بقى مش عارف ازاي ودهن ازازتين زيت على جسمه، تلاقي جسمه برطش، حته فاتحه وحته غامقه، ظهره حته فاتحه وحته غامقه. المنظر ده طلع امشي يا معفن، ده انت عندك بتريسز فيرسي كالر. اقول لك طب وليش دي؟ ايه بتريسز فيرسي كالر دي؟ اقول له طب البلدي عندك التينيا، عندك تينيا ملونه. اسمها تينيا الملونه. اوكي؟ طيب يبقى اول حاجه خدناها تينيا فيرسي كالر او بتريسز فيرسي كالر، بتعمل باورجانيزم بتابع اسمه اسيزيا الفرفوره، اسيزيا الفرفوره. باثنين كونتاكت دايركت او اندايركت. يبان في شكل ايه؟ يعني في شكل ماكيوز، يعني سواء كان هايبو او هايبر بيجمنتد. هنا جه اسم اللون المعاكس، ها، وفيها سكيلز، فيها قشر ومش اتشي، يعني العين مش بيقرش. اوكي. في نوع تاني من الفانجل ديزيز اسمه درماتوفايتس. برضه بالعربي الدارج يسميه تينيا، تينيا، عنده تينيا. الدرماتوفايتس دي الاورجانيزم بتاعنا، اولا الدرماتوفايتس دي كومن اورجانيزم في السكين، في كذا جينرا بتيجي في الهيومن. كذا جينرا بتيجي في الهيومن، في فرق بين السكين والكيراتينايز تيشو ولا مفيش فرق؟ هيستولوجي. لا هيستولوجي، لو كان في ماده زمان اسمها هيستولوجي. في فرق بين كيراتينايز تيشو، يعني كيراتينايز تيشو تساوي سكين ولا سكين بلس سكين ابندجز؟ اكيد سكين بلس سكين ابندجز. الدكتور طالما انت قلت مين بقى السكين ابندجز؟ النيلز والهيرز. تمام؟ فيجي في الكيراتينايز تيشو، يعني ايه كيراتينايز تيشو؟ يعني في السكين والهير والنيل. اي حاجه فيها كيراتين حتى اسمها كيراتينايز تيشو. حتى بالاماره زمان كنا بنقول ايه؟ نسبه الكيراتين في السكين اقل من نسبته في الهير، ونسبته في الهير اقل من نسبته في النيل. ونسبته في السكين مش ثابته، يعني في السول اوف ذا فود والبام اوف ذا هاند بيبقى الكيراتين اعلى من الدورسال اوف ذا فود والدورسال اوف ذا هاند. صح؟ زمان كنا بنقول كده زمان واحنا صغيرين. ماشي. على فكره الطب اكيوميليتف مش ايفابوريتنج، يعني المعلومات مش بتتاخد عشان تطير. اقفل على معلوماتك لو سمحت. مفيش معلومات اصلا، ما تخشش. انت قافل اصلا، هي بتعدي من فوق كده وبعدين. طيب نعمل لك حاجه تنقطها مغناطيس كده. يبقى الدرماتوفايتس زي ما احنا لسه قايلين حالا، الثلاثه اورجانيزمز دول اللي هو مايكروسبوريا، الثلاثه جنرا مش اورجانيزمز، مايكروسبوريا اصلا ده بتاع الكلاب دوكس. ترايكوفايتون وابيديرموفايتون ده بتاع القطط. يعني الاورجانيزمز دي تيجي في الكلاب والقطط اكتر وتتنقل للهيومن اللي ان كونتاكت ويز كلاب وقطط. خلاص؟ دوكس اند كاتس. بيسموا ايه بقى الديزيز؟ برايمري ديزيز اوف انيمالز ذات كان بي ترانسميتد تو هيومن. زونوتيك. صح كلام؟ كويس. اهو يقول لك ده يجي في الكراتينايز تيشوز. وقلنا الكراتينايز تيشوز يعني سكان والابندجز بتاعتها النيل والهير. اوكي.
دولت أصلاً بتوع أنيمال دوجز أند كاتس. ممكن يجي من مال لو كان عنده الديسيز أو كمان موجودين في الصويل. أوكي شكل إيه بقى الديسيز؟ اثنين دايركت أو إندايركت كونتاكت. برضو دايركت سكين تو سكين، إندايركت سكين تو حاجة في النص الطريقة اللي هي الفومايتس والتاوز والكلام. كاركترايزد إيه بقى؟ كاركترايزد بالآتي، بيبقى الشكل بتاعها سيركلر ماكيول، ماكيول يعني بنفس السوى السكين، ولا إليفيتد ولا ديبريست، سيركلر يعني مدورة خلاص. ويحصل إيه؟ هيرنج للسنتر وإكستنشن أوف بريفري، فتمشي ريدي يعني. تاني يبقى مكيول بنفس الليفل بتاع السكين اهي. سوري يحصل فيها ايه؟ يحصل فيها هيلينج للسنتر واكستنشن اوف بريف. هيلينج للسنتر واكستنشن اوف بريف. هيلينج كل ما السنتر جزء منه يخف البريف جزء منه يبقى افكتد. ماشي ألسر؟ بدايه ألسر؟ بعدين يصير ألسر؟ لا مفيش ألسر كلها مكيول. يبقى هيلينج للسنتر اكستنشن اوف بريفري كانها بتتحرك، هي مش بتتحرك، هو بيحصل لها اكستنشن راديالي، اكستنشن راديالي، هيلينج للسنتر اكستنشن اوف بريفري. لدرجه اللي شافها كده قال لك الحق كان في دوده بتتحرك، دوده دائريه بتتحرك، رينج وور، رينج وور، دوده دائريه بتتحرك. يبقى هي بتبان كانها ايه؟ بتبان كأنها مكيول، سيركلر مكيول، بيحصل فيها الآتي، بيحصل فيها هيلينج للسنتر اكستنشن اوف بريف، فبتكستند راديالي، اكستند راديالي. اوكي يسموها مسميات كتير، المسمى هنا مش كومن قوي، تينيا. في مسمى كومن بالعربي، القراع، مسمى كومن قوي في بعض الدول العربيه ومنها مصر برضو، الثعلبه. الثعلبه ماشي، الثعلبه اهي تيجي فين بقى؟ لها اماكن، ست اماكن، ست اماكن واساميهم ارزل من بعض الست اماكن. بص السنتر هيلت والبريفري اكستند، بص البريفري محور اهو، سنترال هيلت والبريفري اكستند. طب سنترال هيلت والبريفري اكستند، سنترال هيلت والبريفري اكستند. الاماكن بقى according to السايت بنقسمها، تانية كابيتس في السكالب، تانية بيدس في القدم. كابيتس، بيدس لا سامح الله، عندنا ست اماكن اساميهم اغلص من بعض، كابيتس، بيدس، كلهم بيبدأوا بحرف تانية. تانية كابيتس، تانية بيدس. طيب ننزل بقى على بقية الجسم. لو جيت في منطقة البيوت، في منطقة الدم اللي هو المستاش، بيوت بتاعت المستاش يسموها تانية باربي. طب لو جيت في منطقة النون هير سكين، ايه بقى النون هير سكين؟ تعرف يعني ايه نون هير سكين؟ ليه؟ نون هير سكين يعني بعيد عن السكالب والبيرد والمستاش، اي حته ثانيه بيسموها نون هير سكين، اي حته ثانيه بعيده عن الدماغ السكالب والبيرد والدق والمستاش بيسموها نون هير سكين. تطلع انت بقى في الباب في القفا في الظهر اسمها نون هير سكين، بيسموها ثانيه سيرسيناتا. طب لو جت في النيل، النيل في الظهر ثانيه انجم، انجم، انجم. كانت في النون هير سكين تانية سرسناتا اهي، دي اكيد دي مش البل، اكيد دي مش البل بتاعت الولد ده صح؟ ده جاء في الترانك اهي، تانية سرسناتا. اوكي لو كانت في منطقة
البراين اريا يسموها تينيا كروريس. تينيا كروريس لو جت في منطقه الدقن تينيا باربي يخرب بيت الاسامي. نقول مع بعض تاني. كابيبس بيبس انجم كروريس باربي سيرسيناتا. سيرسيناتا في الجسم، كروريس في البراين اريا. نقول تاني كابيتس بيتس سهلين دول. انجم في الضوافر وبعدين باربي وبعدين كروريس وسيرسيناتا. خلاص هتطلع بتوع جلدية، هنسيب الناس هتشتغل جلدية. الجلدية ده تلاقيهم البرنسات بتاعت ال دي تشتغل بضوافرها وتعليها بس تفيدش ايديها خالص كده من بعيد لبعيد، وتيجي تحسي او تشم ريحه البارفان بتاعها على بعد كيلو وهي جايه، وما يقولوش الدكتوره جت الهالم جت في المقابل. بالظبط كده في المقابل بقى بتاعت النساء، افتح يا ابني هات لي كوبايه قهوه اما اشوف الواد ده هينزل في ليلته الصوره دي ولا لا. بتاعت النساء ان شاء الله اشوفكم كده ان شاء الله ان شاء الله. وانت في الامتياز احسن لكم تحول نوعي. مش هيبقى في ميل عندي في ميل، هتبقوا كلكم يونيسكس. كل نوع واحد، كل لابس السكراب اللي هي البدله بتاعت العمليات والسابوه والسكراب والسابوه ما لعبهمش بقاله قرن من الزمن وماشي ماسك كوبايه قهوه في ايده، ولو ربنا يعني ما سطروش هيبقى ماسك في ايده تانيه سجاره وماشي. بقى له سنتين ما شافش اهله، يعني عم كائن هلالي ماشي كده. طلع معايا ان شاء الله. خلاص كده يا ولاد عملت لكم اكتئاب الحمد لله. الحمد لله. ادي انواع تانية طبعا. سيرسيناتا تكتر سوري كروريس تكتر قوي في الاطفال اللي بيلبسوا دايبرز. بخدنا تو ديزيزز في الاطفال اللي بيلبسوا دايبرز، واحد مع دكتور منعي وواحد مع دكتور اشرف. ستاف سكات سكين سندروم بتاع الستاف، وتانية كروريس. تانية كروريس ماشي كلام. عشان ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله بعد الشر على اخواتنا البنات دي، يعني ان شاء الله لو اتجوزوا بعد الشر، يعني بعد الشر وخلفوا عيال ما لبسوهمش بامبرز. نهى نهى. ايوه ده الربط يا ما هعمل فيه ايه. اوكي تانيا كروريس، والاخر خالص تانيا باربي بتاعت الدار. اوكي طيب هناخد ده وبقيه الحاجات حصتك ان شاء الله تبقى الخميس. نعم. لا لا خلاص، لان في حاجه كمان اسمها كونتاكت الكوشز والتشين اوف انفكشن هنكملهم ان شاء الله المره الجايه. الحصه الجايه الخميس 7 وبتاعت 11. 7 وبتاعت 11. الدكتور مالي عنده حصه بكره وبتاعت 4 3 وبتاعت 4. اخر حصه الدكتور مالي 7، اخر حصه بقى مايكولوجي مش بيولوجي. 7 وبتاعت 11، 7 الصبح وبتاعت 11 الظهر الخميس ان شاء الله. امتحانكم يوم 10 الخميس اللي بعده 10 اكتوبر ان شاء الله. تمام. هينزل لكم النهارده على السايتس بتاعتكم الصفحات بتاعتكم فورماتيف اكزام، فورماتيف اكزام او فورماتيف اسسمنت على السايت بتاعكم والصفحات بتاعتكم على الموديول كله. انا عامل الفورماتيف اكزام ده ونزلته لكل طلبه بعد ما خدت موافقه القسم وموافقه وكيله الكليه. هينزل لكم ان شاء الله النهارده. مش عايزك تبص على الفورماتيف اكزام ده الا بعد ما تكون ذاكرت عشان ما يحصلكش تطرش. هو سهل، ام سي كيو كويستشنز 15 سؤال سهلين ورزاز عشان تكون سريع على ام سي كيو. سهلين ورزاز بس تكون ذاكرت، يعني هو هيحس يعني مش هيحس، هو معمول بطريقه يعرف هو انت ذاكرت الحته دي ولا لا، متوزع متنطور على كل حاجه في الموديول ذاكرت ولا لا. اللي ملزق المعلومات واخدها على الطاير بالساتلايت زي ما انت كانت بتقول كده ما بيقعش جوه ممكن يجاوب، بس هيبقى يجاوب وهو مش عنده بيز واقف عليها،
مش عارف هو جوا كده حظ، انما اللي ذكر هيأسس نفسه كويس. فما تعملوش الا لما تكون ذاكرت كويس. شكرا. بيولوجي كارديولوجي مايكولوجي كل الحاجات اللي في المهمة. شكرا في نفسك. شكرا. والله انا بحس اه